المشكلة بالعراق هي موجودة بكل المنطقة العربية مع الأسف. طائفة صارت بديلة للوطن، ماكو وطن، ماكو مبادئ، ماكو قيم، ماكو أخلاق. خذوني لي مثلا، أنا رجل عراقي جبوري سني، زوجتي من عشيرة شيعية، المفروض بالأول عراقي بعدين تجي الديانة. الكل عراقيين. الله ينور عليك يا أستاذ سعد، الله ينور عليك. ما هو أصل الحكاية إيه؟ ما أصل دول واعين مع دول وعمالين يضربوا في دول وبعدين يتحالفوا مع دول عشان يخلصوا على دول، وفي الآخر إيه؟ لا هنلاقي دول ولا هنلاقي دول، ولا أنا بتكلم غلط؟ لا أستاذ ناجي لا تزعل علي، أنا أشوفك من حاز الدول أكثر من دول. يا راجل دول حبايبي، انا بس بقول يعني ان دول يخفوا شويه على دول، مش عشان يستقوا بدول يقوموا يخلصوا على دول يعني. ولا انت ايه رايك؟ ربنا يتمم بخير ان شاء الله. لازم ابو القاسم، حماته تحبه. خليك انت عم سعد، كمل طاقتك، انا اروح افتح لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ سعد موجود؟ سعد مين؟ الأستاذ سعد. في حد هنا اسمه سعد؟ أستاذ سعد. ربنا ييسر. أهلا أهلا أستاذ ستور، تفضل كلك لقمة ويانا. لا لا لا، شكرا. خليك ويا ضيوفك. مرحبا يا شباب. اكو شيء ساستوري؟ لا ماكو شيء، بس حبيت اخذ من وقتك 5 دقائق تشرب قهوه وياي بالبيت. اكو موضوع مهم نحكي به. ان شاء الله ان شاء الله اكمل العشاء ويا الضيوف وجاي لك ان شاء الله. اهلا بالضيوف، يعني لو تتفضلوا تشرفوني بالبيت. بيتي هو بيت الاستاذ سعد، احنا اخوه واشقاء ماكو فرق. عن إذنكم أستاذ سعد. نعم. أنتظرك بالبيت إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أهلا أهلا وسهلا. أهلا. إن شاء الله. هو ده ستوري؟ ايه هو ستوري. أعوذ بالله، ده من أول ما دخل شفط الأكسجين من المكان. كان عايز ايه؟ هو يجي من ورا هذا الرجل غير الشر. يا ستار يا ستار. ما قلت لي استاذ سعد؟ نعم. ذول الناس اللي عايشين يمك بالبيت ما قلت لي منين؟ اكيد اكيد من مصر مو؟ اي لا هم من مصر. صح من مصر. يعني ايش دا يسوون بهاي الظروف؟ الرجل الختيار اللي شفته اسمه نادي عطله. اخوه كان مدرس معانا هنا بالمدرسه 7 سنين. راهم فقد، جايين دا يسالون عليه. اخوه مفقود؟ شو وقت انفقد؟ بال2003.
يعني مفقود من 2003 وليه سيسألوا عنا. يا أخي مخلصين، مخلصين جدا. أنت تعرف أستاذ سعد، ما حد يسأل عن أحد بهاي الأيام. ستوري، هذا أخوهم، أخوهم، أخو ناجي عطا الله. أخو؟ زين دول الشباب شنو وضعهم؟ هذول قسم من عندهم ولد ناجي عطا الله، والقسم الثاني ولد أخوه. يعني مفقود من 2003 والعائلة كلها مسافرة تدور على واحد مفقود. يا أخي عاطفيين، عاطفيين جدا دول المصريين. ستوري ما تفهمني أنت شو تريد؟ شو تريد؟ ترى هاي لهجتك أنا ما عجبتني. أنا ما أكذب عليك، دا أحكي لك الصدق، يعجبك يعجبك، ما يعجبك إلى حيث. أرجوك أستاذ سعد لا تفهمني غلط. أنا أريد أساعد ناجي عطا الله. يعني أنت تعرف أنا رجال معروف وعندي علاقات واسعة ببغداد. إذا رادوا أقدر أعرف لهم مصير ابنهم المفقود، يعني عايش، ميت، مخطوف، معتقل. هذا كل هدفي. شكراً ستوري، هم يعرفون شلون يدبرون أمورهم. لا أكيد دبروا أمورهم. والدليل اللي حصل مكتب أبو القاسم اليوم الصبح، سووا مجزرة. الشباب يعجبوك، 10/10. أنت إذا تعرف كل هاي الأخبار ليش دا تسألني ليه؟ ماكو شيء ببغداد يصير سر أستاذ سعد. لت الخدمات في على حد قوله. بدورها عدت كتلة الأحرار تكرار المواجهات في سجن البلديات وورقة ضغط سياسية على التيار الصدري. وقال عضو الكتلة حسين اللامي إن الاضطرابات التي يشهدها سجن البلديات ضمن مسلسل الضغط على التيار الصدري يتنازل عن موقفه الداعم لسجن. أهلا 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 وسهلا. أهلا زينب، شلونك؟ تفضلوا تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلا حبيبتي، شلونك عبد الرحمن؟ تفضل عيني، تفضلوا 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 تفضلي تفضلي تفضلي. هاشبيش حبيبتي، هاشبيش خير خير. هاي شنو عبد الرحمن ليش تبكي؟ هاشبيش خير خير، ماكو شيء، قدر الله وما شاء فعل. منين الاخوان؟ يا اهلا وسهلا. الاخوه ضيوف سعد من مصر. اهلا وسهلا. لقى عطا الله الدبلوماسي السابق، ودول زي ولادي بالضبط، مدام كاميليا المدام بتاعتي. اهلا وسهلا، اني عبد الرحمن زوج زينب اخت استاذ سعد الصغيره. اهلا وسهلا. تفضل تفضل، استريح لي شوي. تفضل تفضل تفضل. اهلا شيخ عبد الرحمن. اهلا استاذ ناجي. اهلا يا مدام زينب، بتعاطت لي خير؟ عادي عادي استاذ ناجي، عادي، تعودنا على هاي الامور. معلش انا اسف، يعني هو ايه اللي حصل بالضبط؟ دزولنا الورقه اياها. وريت ايه؟ هاي الرساله. أنا شيعي وزوجتي زينب سنية وعايشين بمنطقة اسمها الدورة، غالبيتها سنة. عندكم المنطقة تقسمت كمان لسنة وشيعة؟ للأسف أستاذ ناجي، الانتماءات الدينية هي اللي تقود خارطة المنطقة هاي الأيام. والبارحة دزلنا هاي الورقة بهاي الرصاصة، وهذه الورقة مكتوبة بها جملة واحدة: عليكم أن تقفون الدورة خلال 24 ساعة. وكده من غير مقدمات؟ للأسف الآن بالعراق ماكو مقدمات لأي شيء. من تنطرد وتتهجر من بيتك، أول شيء تفكر به شلون تحافظ على عائلتك وتنقل أطفالك أقرب مكان آمن. والدورة دي فين؟ 10 دقائق منها، قريبة مو بعيدة. ألا بتهجروا من حي لحي؟ ده الافتراء ده. استغفر الله العظيم. الله بابا عيب، ايه عيب بابا عيب. وين سيبوا سيبوا، انا بحب الاطفال. ايه الحلاوه دي؟ انت اسمك ايه؟ لؤي. لؤي اسم جميل، ابوس ربنا يحفظه لك. الله يخليك استاذ ناجي. فوزيه استاذ سعد وين؟ راح مشوار على ستوري. ستوري؟ ايش قدام ستوري؟ ستوري صار لك ساعتين تلف وتدور، ما تفهمني انت مين؟ أنا ما رأيت شيء. أنا رأي تعرفني على ناجي عطا الله، يصير صديقي. بيغلط هاي؟ اللهم
طبولك يا روحي. ستوري، الصداقة ما تنفرض فرض. أكيد الصداقة ما تنفرض فرض. أنا بس حبيت أحكي وياه. يمكن أفكر أسوي بيزنس مشروعات بمصر. يعني يقدر يساعدني. أنت مو تقول عليه دبلوماسي؟ يعني رجل مهم. ستوري، أستاذ ناجي عطى الله ما له علاقة بالبزنس. ما يحب البزنس، ما يحب الفلوس، ما يطيقها. ماكو واحد ما يهتم بالبزنس ويحب الفلوس ما عداك استاذ سعد. انت حالة خاصة. ما يخالف اسولف وياه وبعدين اجيب لك النتائج. هو ايش قد قاعد عندك بالبيت؟ 3 أيام واقفة. يعني باكر نقدر الظهر نشوفه. ستوري اسمح لي، ترى عيب علينا احنا نخلي ضيوفنا بالبيوت ببيوتنا ونجي نسولف وياك. اسمح لي. قهوتك ما شربتها؟ قهوتي ما احبها، بردت، اشربها انت. والله ما يصير يا شباب، انتم تبقون مكانكم مثل ما كنتم. احنا اصحاب بيت، انا والاطفال ننام هنا بالصاله والنسوان ينامن مع بعض بالغرفه. انت بتقول يا ابو الرحمن عيب ما صحش الله، واحنا غرب ده بيتنا. كملوا فرش المراتب دي على الارض، احلى نومه نومه الارض دي. والله انا خجلان منك يا استاذ ناجي. يا رجل خجلان ايه ده؟ انا اللي خجلان والله. العيال دي حتبوظ الدنيا. هاي شو هاي؟ الله 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 الله. هشكو شنو الموضوع؟ على كيفكم؟ بابا اللي هو اللي تعور. شنو الموضوع؟ تقبل بالله استاذ تقبل. الاستاذ ناجي والشباب يردون ينامون بالصاله ويتركون غرفهم. بالله هي اصول. لا 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 ما يصير استاذ ناجي ما يصير. يلا الشباب يطلعون على غرفهم. يلا علي الطلاق بالثلاثه ما هم نايمين غير في الصاله. الله يخليك استاذ ناجي. لا تحلف لا تحلف ارجوك. انت بتقول ايه يا استاذ سعد؟ هو في بيننا وبين بعض تكليف؟ قرا يا راجل. انتوا اسعدتونا استاذ ناجي. انتوا وجوكم حلو علي. تدري اني هاي اختي الصغيره زينب صار لي شهرين ما شايفها، وهاي مو بس اختي، لا انا اللي مربيها مثل بنتي، وزوجتها لعبد الرحمن وهذول ولدهم ما يرتاحون الا هنا ببيتي. انت راجل طيب، انت راجل طيب. اشكرك اشكرك استاذ ناجي. انا صدق استاذ ناجي، انا عندي بالسرداب غرفه. ممكن فين؟ تنقل بالسرداب. في السرداب ممكن تنقل الجناط مالتك هناك حتى يصير مجال بغرفتك تنام براحتك، ويمكن تنقل واحد من الشباب يمك. لا 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 لا، إلا الشنط. أنا ما أعرفش أنام إلا والشنط دي جنبي بصراحة. أصلي فيها أوراق مهمة، فيها ملفات دبلوماسية في منتهى الخطورة. توب سيكريت. حقك أستاذ ناجي، الله يوفقك. طب هقول لك على حاجة، لو نزلت الشنط في السرداب أنا أنام في السرداب ما فيهاش حاجة. شلون حكي استاذ ناجي؟ ومكتوب بالورقة لازم تغادر خلال 24 ساعة من المنطقة. منطقة ايه؟ هاي منطقة الحرية، الأغلبية فيها شيعة. لما يغضبوا على أحد تجي الميليشيات الشيعية تهجرهم. الله، يعني دول يهجروا دول ودول يطردوا دول ودول فرحانين قوي عشان دول وقعوا في دول؟ ده عيش تقيل من ليله ب60 ليله دي. ما عرفتنا بالأخ. الأستاذ ناجي عطالله أخويا وصديقي، والشباب اللي معاه دول ضيوفي كلهم من قبل عمك أبو القاسم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. أخويا كمال الزغير بيني وبين زينب. أهلا أستاذ كمال، أنا آسف عاملين لكم ربكة. يعني ربكة إيش يا أستاذ ناجي؟ إحنا بنص الربكة. أختك زينب هي وزوجها هجروهم من الدورة ميليشيات السنية هسه عندي. أستاذ سعد، أنت مش قلت لي السرداب فاضي تحت؟ نعم. يا شباب اطلعوا هاتوا الشنط من فوق. استاذ سعد، انت ليك قرايب تاني في بغداد؟ نعم
حييه برضو. راح اوديش المحل ابو العبايات، احسن واحد يسوي عبايات ببغداد. ومو اشكال اذا طويله هو يضبطها إليش، لا تخافي. مش عارفه اقول لكم ايه، بس لكم معايا. لا 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 حبيبتي ولا يهمك، تعبك راحه قلبي. تعالي بس تعالي اراويش المحل مال عبايات هياتك. تعالي جميلة شادة. شادة دي حبيبة مصر. أستاذ ناجي، تقدر تقول لي شعور محمد عبد الوهاب الله يرحمه لو كان عايش يقدر يغني هذا الكلام؟ نحلم بالوطن العربي الأكبر، احنا الآن ما نقدر نحلم نوحد الوطن الأصغر. البلد مقسم لمئة قسم. أستاذ سعد، أنا عندي سؤال عايز أسأله بس متردد شوية. لا بالعكس، قول أسأل. الوضع قبل الاحتلال كان أحسن ولا دلوقتي أحسن؟ ها أجاوباني لو عندكم وجهة نظر. جاوب أنت سعد، جاوب. أستاذ ناجي، الجواب الأول أستاذ ناجي، قبل الاحتلال كنا عايشين بأمان واستقرار، خدمات عامة حقيقية، يعني كانت أكو دولة، أكو حياة، أكو بشر، مستقبل. ولكن ممنوع تتدخل بالسياسة، ممنوع تفتح بمة، ممنوع تنطق، يعني ماكو حرية. الحياة ملهاش قيمة من غير حرية. تسمع الجواب الثاني؟ ولسه في جواب ثاني؟ أنا افتكرت الاثنين خلصوا. بعد الاحتلال ماكو أمان، ماكو استقرار، ماكو دولة، الكل يقتل الكل. لكن أكو سياسة، تقدر تقول لا، تقدر ترفض، يعني عندنا مساحة من الحرية. طب ازاي بقى يبقى في حريه والبلد واقفه؟ شفت سؤالك شلون الى جوابين استاذ ناجي، وانت بكيفك براحتك، تريد الجواب الاول ولا الجواب الثاني؟ اذا كان علي انا عايز حريه وعايز خدمات. يبقى ما تقدر تعيش بهذا الوضع. اسمع يا سعد، الوضع السابق ما كان ممكن يتغير لولا تدخل الامريكان، وهاي حقيقه علينا ان نعترف بها كلنا. الوضع سيء، الأمور دا تصير من سيء إلى أسوأ. لا كمال، إحنا دا نعيش بأسوأ وضع الآن. لا يا سعد، أنا أتذكر قبل كنت أجيك لهنا للبيت وما كانوا الأمريكان داخلين للبلد، وكنت تقول نفس هاي الجملة ونفس هذا الحكي. اسمعوا يا جماعة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، العيب فينا إحنا. لا كمال، لا لا تبرر المذنب وتخلي الذنب عليك، يعني أنت الشعب، والشعب الآن لا حول إلا ولا قوة. ليش؟ إحنا مو بشر؟ إحنا ليش يعني ما نقدر نعترض ونقول لا؟ ما كنت تقدر تقول لا لولا تدخل الأمريكان كمال. لا كنت أقدر أقول لا. صلوا على النبي يا جماعة، يعني ده سؤالي اللي أنا سألته، وأنا ندمان إن أنا سألت السؤال. اللي يدري يدري، والما يدري قضبة عدس. مظبوط، هو ده التحليل المنطقي. هو قال ايه؟ معناه ايه يعني؟ هو بيقول نفس الحكايه مالتكم المصريين، اللي ما يعرفش يقول عدس. اللي قاله ده ما اللي ما يعرفش يقول عدس. اه
نهار اسود، مين يصدق ان اللي بيزيح السلطانيه بالطريقه اللا ادميه دي هيبقى مليونير لما يرجع مصر؟ لا وهيطلع في البرامج ومحدش عارف يكلمه. والمصحف لمسك عليك صور عشان انزل لك على الجليد. لا لا يا ابراهيم، المصحف لعمير. لا يا ابراهيم لا، وبعدين يا ده انا القرش ما بيغيرنيش الله. وبعدين علمك بقى، انا لو كنت عايز فلوس كنت جبتها وانا قاعد في مصر وحطيت رجلي على رجلي كمان. شايفين اهو الشاب النخع ابتدى ينخع اهو. يا دي يا عون انت افهم يا، اسحب يمين على رقبتي ان مصر دي فيها فلوس قد الدنيا دي بحالها. بس تقول ايه بقى، حاميها حراميها اللي واكلينها ولعه، لكن اوعى يكون في نفوخك كده ولا يكون خطر على بالك لمجرد خاطر كده ان عبد الجليل ده يقبل على نفسه ولا على امه الغوالي اي قرش حرام. سلام. اسمعني انت يا شيخ حسن، هو يا شيخ حسن انا مش كنت ممكن لا مؤاخذة ابيع مخدرات؟ هو انا مش كنت ممكن اشتغل ورقصه بلطجي واخد فلوس قد كده؟ لا صح ولا لا؟ ربنا يبارك لك يا عبد الجليل ويرزقك من واسع. انت ليه محسسنا يا شيخ حسن ان احنا جايبين الفلوس اللي معانا دي من مشروع خيري؟ ايش حال ان ما كناش سارقينها؟ اخلص اوعى تقول كلمه دي تاني. صلى على النبي. مفيش حاجه ايه سارقينها دي؟ مش هقولها مش مين. خلاص عاوز تطلع الشيخ حسن في الاخر حرامي. انت تاريخ انت تعمل كده؟ انا لو عندي شك واحد في المليون واحد في المليون ان الفلوس دي حرام ما كنتش طلعت معاكم الرحله الغابره دي وخدت من الفلوس اللي انتوا خدتوها دي. انتوا عارفين احنا جايبين الفلوس دي منين؟ من اسرائيل، من الصهاينه. الصهاينه اللي اخذوا حق اخواتنا الفلسطينيين وقتلوهم وسرقوهم ونهبوا اراضيهم وبيوتهم. احنا لما كناش ناخد حقنا عين بعين وسن بسن ما نبقاش مسلمين صح. والمؤمن القوي خير من المؤمن الايه؟ ليه؟ الضعيف. طب والفلوس اللي معانا دي نسميها ايه يا شيخ حسن؟ منحه ولا هبه؟ اقول لك نسميها ايه؟ غنيمه. الله يفتح عليك يا شيخ حسن، الله يفتح عليك، هو ده الكلام. الله، ما هو هو ده شيخ حسن. الله اكبر يا شيخ حسن، ربنا يطمن قلبك زي ما طمنت قلبنا. سرقوا العراق استاذ ناجي، سرقوا القصور والمتاحف والمكتبات. الحضارة بالعراق انتهت، كل التماثيل والكتب الثمينة طلعت خارج البلد والآن تباع بأسواق أوروبا وأمريكا. والبنوك انسرقت أيضا أستاذ ناجي يا راجل. مثل ما أقول لك، ملايين الدولارات كانت هنا حطوها بالجنط وطلعوها برا. يا سلام. لغاية 2009 لم تتوقف السرقة والبنوك السرقت برضه. بعض حمايات المسؤولين والميليشيات دخلوا على بنك وسرقوا تقريبا 10 ملايين دولار. 10 مليون دولار يعني 10 مليون دولار يعني ما يستاهلوش القلب ده كله. مهزلة مهزلة، ناس دخلت على الخزائن وفجرتها وناس انقفلت عليهم الخزائن وناس اختلفوا بعد السرقة واخذوها وطلعوها برا واشتروا عقارات وبلاوي. وقمنا نسميهم حواسم. حواسم ليه؟ النظام السابق قبل الاحتلال قالوا هاي الحرب هي الحاسمة، ولذلك سميناهم الحواسم لأن هم اللي استفادوا من هاي الحرب. يا زهر، إيه اللي جابك أنت؟ مش قلت عايز تريح شوية؟ إيه ناجي باشا، أنا قلت أطلع أشم شوية هوا، البدروم ده تحت كاتم قوي. خليه شكو منزل بالسرداب، خليه يجي يقعد يشرب شاي. لا أصلا هو عامل زي يحب دايما ينام جنب الشنط يعني. سعد ناجي لا تدير بال، ترى البيت أمان. أنا عارف البيت أمان طبعا، أنت هتقول لي بس أنت عارف إن في أوراق مهمة، ممكن ورقة تقع كده تروح كده. في يا سعد؟ يمكن سيارة مفخخة انفجرت هنا ولا هناك. هاي صارت عادي، احنا يوميا نسمعها كده. بس اللي فجرت ده قريب قوي، انا حسيت ان هو تحت مني. عمو سعاد. نعم. هاي سيارة مفخخة مضبوط؟ لا هاي عبوة ناسفة. لا هاي عبوة لاصق حطوها بالسيارة وفجروها من بعيد من الريموت. لا العبوة اللاصقة ما تسوي هيش. لا هذا نفس الانفجار صارت بساحة عنتر بالضبط نفس هذا الصوت. يلا 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 جروا روحوا لعبوا برا. يلا قوم يا زهر، قوم يا خايب، الأطفال هنا خبراء مفرقعات. دي أول مرة نقعد فيها لوحدنا من ساعة ما كنا في سوريا. قصدك من ساعة ما كنت عايزة تنهي علاقتنا واحنا في سوريا؟ انت لسه فاكر؟
خلاص بقى يا حسام، انت قلبك قاسي قوي، عديها بقى. طب انا مستعد اعديها بس بشروط. هي بقى بشروط دلوقتي؟ خلاص قول. كلمة نسيب بعض دي لو اتهدت السما على الارض ما تقولهاش تاني، انت فاهم؟ خلاص ماشي. ايه ده يا حسام؟ تتجوزين؟ في حد يسأل سؤال زي ده في الظروف اللي احنا فيها دي دلوقتي؟ ايوه انا. تتجوزيني؟ القرار ده مش قراري انا لوحدي، انت لازم تسأل ولي امري. ولي امرك ايه وانت ليكي اهل اساسا؟ انا من ساعة ما عرفتك ولا اب ولا ام بيسألوا فيكي. امال ناجي عطا الله ده يبقى مين؟ يبقى ابويا. خلاص اعتبره ابويا انا كمان، ولازم تاخد من فضله. ربنا يتم بخير ان شاء الله، بس نطلع سلام من هنا. ان شاء الله. استاذ ناجي، اكبر نسبة ارامل بالعالم موجودة عندنا بالعراق. حتى تعرف الحروب اللي سوت بينا، قضت على رجالات العراق، العلماء والمحاربين وأساتذة الجامعات. نسبة النساء للرجال عندنا كلش كبيرة، هاي إضافة إلى أمراض الحروب، سرقة ونهب وسلب انتهازية. أنت بتقول نسبة الأرامل هنا في العراق كبيرة؟ ماكو بيت ما بيه أرملة. الواد إبراهيم فين؟ إبراهيم لسه ما جاش يا زهر؟ ما جاش، ربنا يستر. لا تخاف أستاذ ناجي، لا تخاف عليه، يجي بالسلامة إن شاء الله. لا أنا مش خايف على إبراهيم، أنا خايف على الأرامل. أمو ناجي. أيوة حبيبي. أمو حسام يريدك بالسرداب. ليه في إيه؟ ما أعرف، هو قال لي هيك. طيب حاضر، عن إذنكم هروح أشوف إيه. يا حسام في شايفني قاعد مع الراجل؟ معلش يا باشا انا اسف، بس يعني في موضوع مهم عايز اكلمك فيه. الموضوع ده ما يتاجلش. لا يا باشا ما ينفعش يتاجل، ده موضوع حياه او موت. انا ونضال بنحب بعض. ايه؟ انا ونضال بنحب بعض. انت جايبني هنا عشان تقولي ان انت ونضال بتحبوا بعض؟ انت ما عندكش دم، انت مش شايف البلوه اللي احنا فيها؟ الله، ده وقته الكلام ده يا باشا؟ انا لسه ما قلتش اللي انا عايز اقوله، ودي المقدمه بس، انما الكلام اللي انا عايز اقوله لسه ما قلتوش. نعم، عايز ايه؟ عايز اطلب من سيادتك ايد نضال بشكل رسمي. طب وانا مالي انا؟ انت مالك ايه يا باشا؟ ايه البيع ده؟ ده سيادتك في مقام ابوها، وبعدين بالنسبه لي يعني. ايوه 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 فهمت. طب خلاص 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 انا موافق. في حاجه تاني؟ اه يا باشا في حاجه تاني. خير؟ عايز اتجوزها النهارده. النهارده هنا في بغداد؟ ايوه يا باشا. الا انت مش سامع صوت القنابل اللي عماله تنفجر جنبينا في كل حته؟ انت ترشيت عليا النعمه يا باشا، لو الحرب العالميه الثالثه قامت انا ونضال هنتجوز. هنتجوز ويا زنقت معاك تتجوزها في وسط الجحيم اللي احنا عايشين فيه ده؟ بحبها يا باشا، بحبها قوي، وكل لحظه بتعدي عليا وهي مش مراتي هو ده بالنسبه لي الجحيم. طب جبنا المأذون وجوزناها لك، هتعمل ايه بعد كده؟ مش هعمل اي حاجه، قصدي يعني انا كده هبقى حققت حلم حياتي. يا ابني الجواز مش لعبه، مش مجرد ورقه واتنين شهود، في حاجه تانيه يعني لازم تتعمل. الله يخرب بيتك، اقول له ايه ده؟ مش فاهم، ده احنا نايمين في سرداب. سيادتك قصدك انا عشان يا باشا انا ونضال مش بنفكر في الجواز من الناحيه الماديه، في احاسيس ومشاعر ورقي. رقي؟ طب والصربعه لازمتها ايه؟ كلها يوم ولا اتنين وهنوصل مصر، وكل واحد فيكم يعمل اللي هو عايزه، ولما نوصل مصر انا هجوزها لك. ها؟ لازم ابوك يكون موجود كمان، انا بنفسي هجوزها لك. يلا ما تلوش بوزه بقى كده. هجوزها لك. ده انت مدهول. تدهول قوي يا باشا. بالعقل بالمنطق يا جعفر، هي لو علامة استفهام واحدة كان أوكي، اثنين ماشي، بس هذا الموضوع بألف علامة استفهام. هذا اللي اسمه ناجي عطلة جاي يسوي بغداد، وليش جاي؟ وذول الشباب اللي وياه شو يسوون ببغداد؟